الموضوع الثاني اللي ابغى نفتح اليوم المكالمة اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا مثل ما دافعنا في يوم من الايام عن فهد الهريفي واخذنا موقف المضاد للإساءة لفهد الهريفي ولأسرته الكريمة بالتصرف البشع، اليوم احنا لازم نوقف مع ياسر القحطاني ونقف ضد أي تصرف يسيء لأي أحد لأخلاقياته خارج حدود الملعب. وفي مكالمة انتشرت فيها من الكلام السيء ما فيها، وفيها من القذف والشتائم والسباب يعني بشكل جدا جدا مزعج ومقزز. اتصلنا اليوم على كابتن فهد الهريفي وسألناه عن الموضوع. أكد فهد الهريفي أن هذه المكالمة مفبركة تماما، وأنه لم يحدث مثل هذا الكلام تجاه ياسر القحطاني، وغرد حول هذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي. وأبلغت الكابتن فهد الهريفي أنه راح نفتح الموضوع، فهد زميل معنا في البرنامج، ولكن هذه قضية يجب أن تفتح مثل ما فتحنا موضوع عن صحيفة الشرق، مثل ما فتحنا موضوع عن صحيفة النادي، وفتحنا موضوع عن فهد الهريفي، نفتح موضوع اليوم عشان ياسر القحطاني، لأنه المهنية الإعلامية تطلب منا أنه إحنا ندافع عن أخلاقيات الوسط الرياضي بقدر ما نستطيع. ما نقدر نغير ونصلح، لكن نقدر نسجل مواقف، أما نؤيد أو نستنكر ونشجب. ومثل ما دفعنا عن فهد لازم اليوم ندافع عن ياسر. اتصلنا على فهد الهريفي نتأكد منه من الإسهار. أكد فهد أنه هذا كلام غير صحيح، وأنه قبل كده تمت فبركة أو تقليد صوتي في بيت الشعر، وادخل على اليوتيوب وشوف، وحط الموضوع في تويتر كتعليق رسمي من فهد على حسابه على تويتر عشان يسجل موقف رسمي من اللاعب أنه هذا الكلام غير صحيح. اتصلنا على مصادر هلالية أكدت لنا التالي، أنه الإدارة الهلالية تم الاتصال اليوم بالكابتن ياسر القحطاني والتواصل معه، وقالت ياسر القحطاني التالي: هل تريد أن نذهب في هذا الموضوع إلى أبعد مدى ونقف حتى ننهي هذه القضية بالكامل بكل شكل رسمي وقانوني؟ طلب ياسر القحطاني من الإدارة الهلالية تجاهل الموضوع تماما، وأنه ما أبغى أفتحه وأبغى الموضوع يغلق، وطلب تجاهله.